تفضل يا أخي عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام. ارفع صوتك عبد الرحمن. يا شيخ الحين حنا الشباب ولا ندري متى نزكي، هل أبوه يزكي علينا ولا نحن نزكي؟ زكاة الفطر؟ لا الزكاة، زكاة المال. زكاة المال. طيب عندي سؤال ثاني بعد. يا أخي يا أخي زكاة المال على المالك، ما هي على غيره. زكاة المال على المالك، كل من ملك مالا ويبلغ النصاب وحال عليه الحول فإنه يزكيه، وإذا دفع الوالد الزكاة تبرعا منه فلا بأس بعد إذن من تجب عليه، يكون هذا من باب التوكيل. نعم.